ألا تخافون الله؟ كيف هذا؟ كيف يحصل هذا منكم؟ لابد أن تضعوا حد لهذا الفساد، هذا فساد والله، يعني ما فيش حد، لا تنفع هذه الأعمال وهذا الظلم للناس، لا تنفع فيه توبة، لأن هذه حقوق عباد، هذه حقوق عباد سيقتصون منكم. يا من في مصرف ليبيا المحافظ ومن حوله، من يملك القرار والإدارة تملك القرار، لماذا أنتم هكذا تتفرجون على الناس يتألمون ويتعذبون ويقاسون، وأنتم تحرمونهم من حقوقهم في الوقت اللي أنتم هذه الحقوق أنتم تتمتعون بها؟ هذا هو السؤال يجب أن تجيبوا عليه عندما تقفوا بين يدي الديان.